قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم: الضمير في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعود على الأشهر الحرم، فإذا كان قد نهي عن ظلم النفس بخصوص هذه الأشهر دل ذلك على أن العمل الصالح فيهن أفضل. ومن العبارات المشهورة عند العلماء قولهم: تضاعف الحسنة في كل زمان ومكان فاضل. فأرجو أن تكون الطاعة في الأشهر الحرم مضاعفة، كما أن المعصية في الأشهر الحرم أشد وأعظم. نعم.